طرقنا هي الخضراء بحشيش، وما تحسبش الناجم لا جوبانا، بكنوز الدنيا انت ما تشرينيش، حتى وكان نموت داخل زنزانة. وفي الشجاعة يا اللي ما تعرفنيش قاريه مدرسة أحمد زبانة. ينعقد تحت الرعاية السامية للسيدة وزيرة الثقافة والفنون وبإشراف الله يعطيكم الصحة والشكر لكم من مهرجان في الدنيا والآخرة تتباشر به الكون تزخرف أكبر. ومحافظ أمن الدائرة مديرة دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي يمدح الهادي نمجد، اللي يمدح الهادي نمجد أشرف خلق الله صلى الله عليه، مداحو يجني الخير المؤبد ورب العزة. هذا الفضاء الذي طبعته هذه الطبعة 11 لمهرجان الوطني الثقافي سيدي الأخضر بن خلوف، وهو يعود بين ظهري أهله، وهو يعود بكل هاته الجمالية، بدءا من روحانية الجمع السنوي والذكر والقرآن إلى نوستالجيا القصعة الكسكسي وتضافر المحبة وتضافر القلوب، كذلك إلى الفانتازيا والسرج والعود وفرساننا وكل الأشياء الجميلة التي تحملها الهوية الجزائرية وتحملها الخصوصية المستغلمية. المهرجان هذا كان من قديم كان شوية مدهور، لكن في الأونة هذيك ضب بلاصتو لأنه عاد التقليد تاعو، كان يدور كما الطير من يحوم وما يسيبين يحطه، هذا وين حط في بلاصته، وبلاصته هي سيدي الأخضر، وهذا ولي صالح وكان شاعر من فحول الشعراء، أول من أسس الشعر ملحون. أنا راه مدير الحفلة هنا في سيدي الأخضر في بلاده في المقر تاعو، أنا كفنان نغني قصايد سيدي الأخضر، واحد الأخرى يقول ربي توب عني توبة ترضاها، جهل الأنبياء والنبي المختار.